هاي سلطة دو فروي لازم الديسير اكيد آه هكا قصينا ديجا ال... شو اللي فما آه كان عندكم هكا فروي دي سيزون وحتى نعرفوا الوقايت نتاع البرقدين والمدينين والزنبيع حتى الزنبيع راه يجي يسرب مين في بالك بون اللي ينجم ياكلوا بيان سور دونك احنا قصينا هوني البرقدين عندنا كعيبتين كيوي طرف تفاح آه وانجاس هذا عن أي سيحات باش نحضروا سلطه دو فروي بالكريم شانتيي دكتور اذكر مي احنا نورمالمون كيف نحلوا الباكو هوني شنو باش تلقاو باش تلقاو دو ساشي لداخل صحيح آه ريناهم آه زوزه سي انديكي على الباكو اللي كل ساشي منهم يستحق 125 115 فوالا مليلتر حليب <تصفيق> احنا <تصفيق> عملنا 115 دونك باش تحقوا ساشي واحده دونك هاكا باش يستحقوا ساشي واحده الاخرى مسكرة على روحها نجمو تستعملوها المرجيه هو كل شيء مكتوب على الباكو باش تلقاه للكيس الواحد 115 مليتر توما تبعوا جوست سو كي وتو تخرج لكم حاجة صحيحة ما فيهش برشا فلسيف معناتها فوالا دونك آه انت باش تحضر هذيك الكريم وانا جوست باش نحط لي فروي كلهم نخلطوهم هوني باهي شوف احنا برشا نعرفوا اللي نعملوا سلطه دو فروي برشا يزيدوها السكر انا جو بريفير على خاطر كل السكر. ولا كل غله فيها الحلاوه نتاعها هي سكرها هي ناتوريل جو بريفير ما نزيدوش سكر وديجا باش نزيدو نحطوا لها الكريم شونتيي من الفوق سي بون سي بون عقدت هاي بي شو هو نعطيو ماستيوس نتاع باش تعقد الفيسا اللي هو الحليب اللي يكون بارد فوالا وهذه الاستيوس نتاع عند المخرج ماني <applause> دونك بالحق هكاك سينو باش تلقى تراسيل كبرى وهكا مضيده وانتوما تحلطوا باهي تهبل كيك طلعت لك طلع. سي بون عقدت تعمل تعمل تحبوش ولا حاجه؟ اكيد